البارحة كان أكو بيان لهيئة النزاهة، بيان مطول، وإحنا ويا القراءة كمجتمع علاقتنا مو هالقد، لذلك تلقى هواية من الأمور تعبر علينا وما ننتبه لها. هذا البيان أمامكم مثل ما أعلنت عنه هيئة النزاهة. البيان يتحدث عن سرقة بالأمانات الجمركية اللي هي أخت الأمانات الضريبية. مو اكو ناس تحط امانات ضريبيه وتاخذ براءه اللي هي يسموها براءه الذمه بعد اجراء التحاسب الضريبي، مثلها اكو امانات جمركيه، امانات بعنوان جمرك وبعدين تتحاسب عليها. هاي الاموال مو شويه وتشبه الى حد كبير امانات الضرائب، وبوقتها من انفتحت امانات الضرائب صار اكو كلام عن بوقة اكبر بالجمارك، لكن الشغلة طمطمت لان الوضع وقتها ما يسمح. البيان يتحدث عن اختلاس بالامانات الجمركية في سنوات 15 و16 تقدر ب 92 مليار دينار، وتم اصدار اوامر قبض بحق 6 اشخاص. من بين هذول الستة مدير الرقابة الاتحادية في البصرة، هذا الأخير يقول عن البيان أنه أصدر لنفسه أمر بتكليف نفسه بمتابعة الأمانات، مع العلم أن القانون يستوجب تشكيل فريق من الرقابة الاتحادية. ويقول البيان أيضا أن الشخص المعني اللي هو مدير رقابة البصرة بنفس الوقت هو واحد من أبرز المتهمين بسرقة القرن، سرقة الأمانات الضريبية. إيش قد مسيطر هذا الرجل؟ والله يا عمي هاي هوليود، مو يعني مسرحية يكون واحد يوقف عندها. أكو مثل مصري حلو شو يقول؟ يقول المال السايب يعلم على السرقة بحسب تعبيرهم. لو كان الرد والردع بعظم وجسامة الفعل لكان الحرامي يحسب 1000 حساب قبل لا يمد ايده لأموال الدولة. لو كان الحرام الصغير من يشوف الحرام الكبير يبوق ويطلع، اكيد هذا الحرام الصغير راح يشجع بعد ما يشوفه يطلع. ومن يشوف بعض القرارات تجي من صالح الحرامي، على سبيل المثال قرار يسمح للفاسد أن يأخذ نسبة 20% من المبلغ اللي سرقه من الدولة إذا قرر يرجع المبلغ المسروق. أكلكم كارثة. خلونا نروح فاصل. أسعار العقارات في العراق أسعار مسعورة، الأمتار محدودة وبالدولار، أو كل ما زغرت المساحة زاد السعر. بالله هاي هسه هي شلون معادلة بالمقلوب هم ما أدري. ليش يابا؟ لأنه الطلب على المساحات الكبيرة قليل، والمساحة الكبيرة إذا ما رهم بيها التقطيع يفتحون شارع بنصها ويمزعون القطع عليه. ماكو شيء يصعب على الدلالين. بالكرادة يتراوح المتر من 2000 دولار إلى 5000 دولار، بالكاظمية من 6000 دولار إلى 10000 دولار، كذلك بالجادرية مو أقل إذا مو أغلى، وكذلك بالأميرات وبالمنصور وبالحارثية وباليرموك. المليارات ترقع والبيوت تصغر، وأصحاب الدخل المحدود يتلاشون ويرادلهم ربما مجهر حتى واحد يشوفهم ويعاين عليهم. أكو منطقة زراعية أصلها بستان وتوزعت قطع وانفتح بيها شوارع وانباعت، البارحة بيت بمئة أو بيت 100 متر بناء عادي
سعره طابقا يعني شو يسموه دبل فاليوم، سعره 220 مليون دينار. هذه مو قصه قال الراوي، لا هذه قصه انا معايا انقل لكم اياها. زين اذا الموظف راتبه مليون ايش قد يحتاج حتى يشتري بيت؟ اسعار العقارات المرتفعه ترجع لاسباب عده، منها ارتفاع نسبة الخصوبة وشبابية المجتمع، شيوع ظاهرة أريد بيت وحدي، وكذلك أسعار الشقق اللي زادت الطين $1,000 مو بالله، على أقل تقدير $1,000 إذا مو أكثر. وقبل هذا وذاك العقارات أفضل مادة لغسيل الأموال، رشوة $1,000,000 وحديدة حارة على حركة الأموال وطلعتهن صعبة، فشنو البديل؟ اشتري لك بيت أو قطعة وخلي لي الاستثمار. قالوها سابقا في علم الاقتصاد أن العقار تجارة الجبناء، بمعنى اللي ما يعرف يتاجر يتاجر بالعقار. فاصل. هذا ابو دشداش الصفرة وهيج، هذا شايف المهبس بس العظمين، هذا وهيج ما تقرب لهم، منا وهيج تقرب لهم. يقولون الخدمات تصنع الزعامات، 70 الى 75 من هذه البيوت تملأ، خلاص اصبحت واقع. اعفائك من الجهاز كان هنالك استغراب لدى البعض من هذا الاعفاء، انت ايضا كنت تستغرب من هذا الاعفاء؟ استغربت؟ بالتاكيد. اها نعم. ونجي احنا خلال 3 أشهر نعين لنا 1,000,000، هذا انجاز كبير. والمتقاعدين وكبار السن ناس سحقتهم الدنيا سحق وعينهم على الله وعلى الحكومه. جابك على الاسد حتى تبس عينك، ضعوفه. شنو نزاع عشائر تموت بيه المرأة والطفل والدنيا تقوم وما تقعد؟ ليش صار تناقل فيديوهات الدقة العشائرية حادث عادي؟ معقولة يا ناس هذا اللي بيصير؟ بنزرع ما ناكل شلون بره؟ هسه راح اجيب لك خطة زراعية، ها؟ إيه؟ بيها تقشف وبيها انتاج وبيها شغل وبيها تطور. روح رجع للمطار. انت النائب تلفني روح رجع للمطار، دولي غشون. تلفنا قبل شهرين في معسكر بسماية. حوالي 5 أطنان من مادة الحشيش تقريبا 52 مليون حباية تبتاغون وآلاف الأمبولات. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج دون اتهام. ضيوف الحلقة لهذا اليوم السيدة سوزان المنصور، نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية. حياكم الله سيدة سوزان. حياك الله. شكرا. وكذلك السيد الدكتور غالب الدعمي الباحث والأكاديمي، مرحبا دكتور حياكم الله. مرحبا. خلي أبدو ويا حضرتك سيدة سوزان، نسب لكم يوم أمس، ليس لحضرتك بل للجنة، لجنة نعم. الاستثمار، أنها تتحدث عن أن المتر في العراق في بغداد تحديدا سعره خيالي، هكذا هذا الواقع. هذا الواقع. زين هو الواقع شو يقول؟ يقول هو أنتم جنابكم معنيين فقط بتشخيص الحالة لو النزول إلى الأسباب والمعالجات. تفضلي. مساء الخير والعافية عليكم وعلى مشاهدين قناة الفرات أينما كانوا، أرحب بكم ضيفك الكريم.
طبعا سعر المتر المربع اللي أنا إذا أشوفه ببغداد مو بس التواني، إحنا كلجنة أيضا مصطدمين بها. يعني إحنا ما نحشي فقط على المشاريع الاستثمارية، يعني إحنا لجنتنا لجنة الاستثمار النيابية أنت تحشي على العراق بشكل عام على بغداد بشكل خاص. يعني أكو مناطق معينة ببغداد سعر المتر المربع واصل $20,000. يعني أنا شوية علقت بالمقدمة 10,000. لا أبداً أبداً مناطق، يعني ما أجي بس مع المناطق بس معروفة، يعني أكو مناطق توصل بها المتر المربع $20,000. وإحنا لما نرجع للاستثمار، يعني المشاريع الاستثمار السكنية حتى أنت تقلل من أزمة السكن مع الأسف. يعني المواطن، أنا شفت المقدمة مع حضرتك، المواطن صاحب الدخل المحدود يعني شلون يشتري بمجمع سكني إذا المتر أقل شيء من $1,200. طيب. في حين أنه الدولة تعطي الأرض بلاش للمستثمر، يعني وأكو دراسة جدوى. يعني إحنا عمل لجنتنا الحمد لله، ما أعرف اللجنة السابقة، ما أريد أطعن بأي دورة أو بأي لجنة، بس اللي دا نشوفه أنه يعني يوميا نصطدم. اليوم كان عندنا 3 زيارات 3 مشاريع مختلفة. يعني أول مشروع، فقط تدخل للمشروع تطلب دراسة الجدوى، أو عن طريق دائما بكل مشروع بالخارج مكتوب مدة المشروع، السنة اللي استلم بها الإجازة الاستثمارية. يعني ويا المرحبا تكتشف مجموعة من المخالفات يعني فظيعة جدا. شلون هذا الشخص استلم الإجازة الاستثمارية؟ أيضا شلون لازم يلتزم بدراسة الجدوى؟ دراسة الجدوى اللي تقدمها لازم تلتزم بيها، يعني ما يصير بكيف المستثمر يلعب بأسعار المتر المربع. هو أنت جبتيني لأهم مفصل قد يكون أنا يعني رتسأل عنه أو استسألت عنه في مقدمة أخرى قبل أيام، واليوم أسأل عنه. من يحدد سعر المتر؟ ليش هيئة الاستثمار، لجنة الاستثمار شايلة إيدها من قصة تحديد السعر؟ لا ما شايلين إيدنا كما ذكرت، يعني هاي ما شايلين إيدكم وهذا السعر يوصل إلى 1500 و2000. احنا هسه بعد لو متدخلين شلون ما متدخلين من الفتره اللي بدت بها عمل لجنتنا، يعني دا نتابع يمكن تتابعون انه بشكل مستمر على وجه التحديد. لا لا ولجنتنا ايضا يعني اللجنه المعنيه 100% احنا معنيين بها. انتم معنيين بتحديد سعر المتر؟ اكيد مو احنا اللي معنيين، لا المستثمر هو اللي معني. دراسه الجدوى اللي يقدمها ملتزم بيها، لازم يلتزم بيها. يعني استغفر الله من التشبيه، يعتبر القرآن دستور، يعني خمسة دستور قرآن تبتدي تسمي. انا اقول دستور مات لازم يلتزم بيها. ست سوزان، انتم تتدخلون بتحديد سعر المتر كلجنة كهيئة من استثمار من الآن وصاعدا من وقت ها يعني الفات مات ذاك ما من وقت ما احنا بدينا، مو اللي فات مات، يعني احنا بدينا يعني من اليوم اللي انه اللجنة بدأت تتفعل. طبعا اللجان تعرفون عن المشاكل اللي صارت، اللجان بدأت بوقت متأخر انه تفعلت اللجان. من وقت تفعيل اللجان لحد الآن احنا نراقب، يعني يوميا عندنا زيارات للمجمعات السكنية، عندنا مجمعات سكنية يعني كثرة يمكن يتعدى الألوفات هنا ببغداد. واحنا ما نتحدث فقط عن بغداد، كل المحافظات العراقية أكيد. واضح. أنت عندك علم بعض الشقق تصل إلى $500,000؟ نعم نعم مع الأسف، واحنا نحكي على حل أزمة السكن. لا هسه راجع لك، انا عندي بعد حكي طويل ما دام قلت المفروض انتم محددين السعر، عندي بعد حكي. لا لا احنا ما محددين، بس المفروض احنا نراقب تحديد المفروض السعر. دكتور غالب حياك الله ومرحبا بحضرتك. ما ادري اكو تشخيص يقول انه ارتفاع الاسعار مرتبط بكثره الفساد، يعني كلما زاد الفساد كلما ارتفعت الاسعار، هاي المعادله صحيحه؟ صحيح. تحيتي إليك ولضيوف ضيفتك الكريمة السيدة النائبة سوزان وإلى جمهور قناتكم. أكو رواية الروائي السوري حيدر الحيدر كتبها بال77، وليمة لأحشاب البحر. طيب. فأموال العراق هي وليمة للفاسدين في العراق، أقولها وبصراحة. زين. وكل المعالجات التي تجري الآن، لا أقصد الآن اليوم، لا التي بهذا النظام من 2003 لغاية اليوم، لن تستطيع حل أي مشكلة حلا جذريا أبدا، لأنها لا تعالج الأصل، تعالج الفرع. بدلا أن تقلع المشكلة من أصلها،
تقطع السعف النخيل فقط وتترك الجذر في الأرض. ما أدري أعطيني أمثلة يعني أنا أعطيك أمثلة. أقول يقال أن الفساد له علاقة بارتفاع أسعار العقار. أعطيني أمثلة. أعطيك مثل إيه؟ بس ماية يعني معلوماتي كلفة الشقة مزود عن 40 ألف دولار الشركة تكملها. زين الآن تباع المواطن 120 متر أنا أتكلم لك. إيه تباع 120 مليون. بس ماية طبعا بسعر الدولة هذا الحكي. الشركة تبيعها على المصرف استثمار يبيعها على المصرف ب 75 مليون. المصرف يبيعها على المواطن 120 مليون. ماكو هيش ضريبة تاخذها على المواطن، لأن أحد أسباب ارتفاع أسعار العقارات هي التشريعات التي تصدرها الدولة دون أن تفكر بواقع المجتمع. أنت ذكرت مثال راتبه مليون دينار ألف سنة ما يجيب لها شقة. نعم. النقطة الأخرى المهمة ماكو قبال على شقق بس ما صارت مكان منتجع في بعض الشخصيات بس زين ما عليها قبال لأنه ما بيها مؤسسات. أنت اليوم مشكلاتنا في العراق مرتبطة بمشكلات أخرى وفق ما يجري الآن بعد ما يحلوها ألف سنة. يعني لو نفترض أنه الآن كل شركات العالم طبعا موجودة أنا مو اقتصادي ولا عقاري بس واضحة يعني شفتها بتركيا بغير دول ياخذ المقاول ياخذ ارض يبني وزارات يبني كذا. هسه احنا لو بانين بس ما هي فسبع وزارات ما رفعنا الازدحام من بغداد ونقلناه للاطراف ما خفضنا سبب العقارات. انت حكيت على العقارات نعم. احد اسبابها التزاحم والتنافس على العقارات في مركز بغداد. بس بغض النظر عن المجمعات سيدة أنا قلت 10,000 والسيدة سوزان قالت أكو المتر المربع يصل إلى 20,000. أنا أحكي على هذه 20,000 دولار. هذه شنو ربطها بالفساد؟ عندنا 25,000 دولار بالمنطقة القديمة في بعض المنطقة القديمة 37 مليون وصل في بعض الأحيان. إيه وأغلى من بغداد. إيه؟ كربلاء لها خصوصية ضمن منطقة 500 متر عند الإمام لكن بغداد لن تستقر الأسعار. إيه؟ وتستمر إلى ما لا نهاية إلا في إجراءين أساسيين إذا اتخذهم الحكومة ستنخفض. يحاسبون أي مواطن يشتري بيت بقيمة 500 مليون يقول صاعد وسط صاعدا زين يقولوا له منين جبته؟ هسه هم منين جبته؟ شلون؟ إيه؟ أصله إيه؟ هم شو يحاسبونك؟ أنت تروح تسجل بيت إيه؟ قيمته مليار دينار يقولوا لك منين جبت الفلوس؟ يقول لهم بعت بيت. زين أنت سألوه على البيت منين جبته؟ اصل المبلغ وبالتالي راح تنخفض. هاي قبل ايام طبقتها الضريبه يمكن اللي عنده مليار شويه نزلت 300-400 دولار المتر ببغداد نزل شويه بسبب هذا الاجراء ولو شددوا ينزل. هاي النقطه الاولى. زين النقطه الثانيه تنزل لك الاسعار في ظرف 4 سنوات الى 50-60%. اذا نقلوا بغداد يعني مؤسسات الدوله من المركز الى الاطراف المطار شرق غرب شمال تمام تمام. إذا حققوا هاي الثقب غير هالعلاج بغداد ستكون كالقاهرة تمام. حتى القاهرة هم صار لها حلول بالمدن الجديدة الإدارية اللي سووها كثير حلو. تفضل كلام الأستاذ. أنه أنا قدمت بنفسي أكثر من شهرين ونص كتاب رسمي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني ببناء عاصمة إدارية خارج مدينة بغداد. يعني أنت لما تتحدث عن عاصمة إدارية خارج مدينة بغداد تتحدث عن جامعات عن معاهد مستشفيات وزارات طرق يعني خط سريع بتقليل الأسعار 100% حتى الزخم الموجود بالطرق داخل بغداد. يعني بغداد مكتظة بالسكان. يعني المدينة تريد تختنق. هي بغداد أصلا يمكن عدد السكان يعني وصلنا 10 مليون واصل 10 مليون يعني أيه. عدد خيالي. أكيد المدينة بعد ما تتحمل هذا العدد من زين. السكان. سيدة سوزان لجنتكم سألت رئيس الهيئة سواء الحالي أو السابق عمي تعال انت هذه الاسعار من اجي على شقة القاها ب 500,000 دولار ما اسم المجمع كلكم تعرفوه اكو 450 اكو 400 صحيح زين طيب صحيح مع الأسف. انت مط الارض مجانا للمستثمر نعم توفر بعض الخدمات يعني ما اعرف شنو هذه الخدمات وتسهيلات اعفاءات جمركية تطي يعني اجازات البناء ما تطيها اعفاءات من الجمرك بحيث باستطعت ان يطبب ما يريد من الحديد هذني ليش ما قدر ابو الهيئه او اللجنه وبالتعاون على انه يفرضون على المستثمر تحديد السعر
شنو جوابه كان؟ احنا اكيد تحدثنا ووجهنا كتب رسميه لهيئه الاستثمار الوطني وهيئه استثمار يعني كل المحافظات، طبعا كل محافظه عندها هيئه استثمار. طيب اللي اذا نشوف انه اكو تلاعب بالاسعار، بس الطامه الكبرى اكبر من هذا كله. انت تتحدث عن سرقه القرن، هذا اكبر من سرقه القرن بعشر مرات، اللي هو غرامات تاخيريه. يعني لحد الان اني نفسي يعني وجهت كتب لهيئات الاستثمار لكل محافظات العراق تقريبا. أيه؟ أربعة أو خمس محافظات جاوبوني. يعني الجواب كانت تختلف جذريا من محافظة لأخرى، من هيئة استثمار لأخرى. أكو هيئة استثمار يقول أني مو الجهة اللي تغرم، لا، الجهة المالكة للأرض أو المحافظة أو البلدية، أو يعني واحد يذب على الثاني. وأكو هيئة استثمار أخرى يعني من مجموعة يمكن 100 مشروع استثماري مغرم مشروع واحد، وأكو مغرم أصلا. يعني إجاني أربعة أو خمس غرامات تأخيرية، غرامات تأخيرية. إيه؟ إجاني من أربعة أو خمس محافظات أجوبة، يعني واحد ما يشبه الثاني، معناه أنه ماكو توضيح. واحد منهم يقول مو أنا الجهة المسؤولة اللي غرم، الجهة المسؤولة هو المالك الحقيقي للأرض. مثلا نجي على بغداد، بغداد يقول لك أنا يعني القانون شو يقول؟ عفوا، يعني القانون اليوم المشكلة بالقانون. المشكلة بالقانون، القانون ما محدد، ما سكت عن هذه القصة. القانون يحتاج من حقهم يقتل الاستثمار بحدث الاسعار، بس يفرضون عنا نسبة 30 40. لا لا لا، ما اقصد لا لا، الغرامات التأخيرية، الغرامات التأخيرية مو سعر الارض. لا أطلع. القانون ما محددها، يعني يقول غرامة تأخيرية، بس ما يقول الغرامة التأخيرية من وقت استلام الارض، من وقت البدء بالمشروع، او من وقت استلام الاجازة الاستثمارية. يعني مخلي الباب مفتوح، فلما تكون مرن اكيد المرونه يعني تولد. أيه؟ اشياء كثيره. يعني هسه السيد الدعمي اشار على انه الهيئه ليس لها الحق في تحديد سعر الوحده السكنيه. لا، بس المستثمر مجبر انه يلتزم بدراسه الجدوى اللي يقدمها. كل مستثمر يقدم دراسه جدوى يعني اقتصاديه. دراسه جدوى تضمن يقول يابا انه انا الشقه راح ابيعها بالقدر الفلاني. انا ما انا اقدر اخليك، انا كلجنه استثمار اقدر اخليك تلتزم دراسه الجدوى الاقتصاديه اللي قدمتها. كل مستثمر لازم يقدم دراسه جدوى اقتصاديه ودراسه جدوى فنيه. الفنيه اكيد بالمواد بالانشائيه، ولكن دراسه الجدوى الاقتصاديه محدد بيها انه راس مال المشروع لازم يلتزم بيها. يعني ما يصير يلعب بكيفه، احتمال تصير تلاعب بسيط مثلا اسعار مواد البناء. لا قصدي ما فهمت قصدي، خليني اوضح لك. احتمال اسعار مواد البناء ترتفع بنسبه بسيطه، بس مو انت تجي على المتر المربع تسوي ثلاث مرات قد دراسه الجدوى الموجوده، هذا مرفوض نهائيا. يعني ايش راح تسوون؟ اكيد كل مستثمر يعني لازم يلتزم دراسه الجدوى الموجوده. لا حنسوي لا والله، اذا تابع يعني اليوم اذا تابع الاعلام ما راح يكملت، والوادي اكو من عنده مشترى بهذا المبلغ. ليش دا اقول لك؟ اقول لك احنا اليوم بالذات يعني بالصدفه اليوم بالذات احنا ثلاث مشاريع استثماريه زرناها. يعني المشاريع اللي رحنا لها كلها بيها مخالفات. يعني شنو كان اجراءات؟ ومن حق ومن لا طبعا تشوف. خلينا نحكي على الغرامة التأخيرية، أجيب لك إياها وحدة وحدة. الغرامة التأخيرية أنا أعطي تنبيه أولي، أعطي تنبيه نهائي. التنبيه النهائي المستثمر عنده 30 يوم، خلال هذا 30 يوم لازم المخالفة اللي حاججته بيها أنه تنتهي، وإذا ما انتهت تغرمها. والغرامة بالنهاية إذا وصلت لحد 10% من السعر الكلي للمشروع خلاص هذا المشروع يسحب إجازته. سحب الإجازة يعني هذا المستثمر خلاص. أراك مشككا بإجراءات الهيئة واللجنة. لا أنت بعيدا عن الهيئة، القانون يحكم الهيئة يا أخي في كل دول العالم الآن. هاي المدينة الإدارية بمصر، أنت تذكرت قلت مصر فتحوها فعلا. أنا رحت قبل مدة مؤتمر كانت القاهرة، ما مزدحمة لأحد كبير كما يقال عنها. اليوم اللي يصير عندنا ما يمكن أن نوفر وحدة سكنية لأي مواطن يستلمها. يعني هسه في بريطانيا مثلا أنا كنت في فترة من فترات، المواطن أي مواطن يقدر ياخذ شقة بهدوء، يعني وحدة سكنية هكذا نقول. في العراق صعب جدا إذا ما تنتهي قضيتين، قضية تحديد النسل هاي ما نتدخل بها على جانب آخر، لكن نقل المدينة مركز المدينة وسنترها
الى اطراف الى اطراف بغداد والقضاء على الكومشنات. احد الاخوه يقول طبعا هذا مختص وانا مؤيده كلش انه احد اسباب ارتفاع الاسعار في الوحدات الاستثماريه هناك مبالغ تدفع لجهات معينه فاعله في المشهد التنفيذي. الكلام بشكل مطلق ليس الان، انت تعرف المجمعات الان بنيت قبل سنوات طويله فقيمتها بسبب تضخمها الحالي المستثمر يضيف الكلف الاضافيه على الشقه ياخذها من عنده ومن عندك، وبالتالي ما دام هؤلاء ما دام وليمه لاعشاب البحر الاعشاب موجوده هذه، تاكد ان العقارات لن تنخفض لا في بغداد ولا في اي محافظه اخرى. على سبيل المثال في اربيل اليوم واحد يقول لي في شارع 120 شقه تحصلها ب 40,000 دولار واقساط مو نقدي. زين ليش اربيل ارخص من عندنا بالعقارات؟ السبب اشتغلوا عدل، لانه الشقق الوحدات السكنيه في كل دول العالم تبنى مجانا، تعطي انت الارض مجانا يعطيك 30% من احنا عندنا نعطي مجانا ببغداد اي، واحنا ما ناخذ منه، ناخذ الجيبنا، ما نطلع الدوله ناخذ منه. هو هاي اللي الطاهن رشاوي يكون يطلعن من جلدي من شوف انا اللي اعرفه بس صراحه عرش 30% شوف 30 20 حسب الاتفاق البنى والبنى التحتيه يتبرع بيها ضمن الاتفاق المستثمر للدوله، هاي ممكن تعطيها للقطاعات الفقيره والباقي هو يبيعها براحته. فانت اذا وفرت فد 20 مستثمر 30 مستثمر جبتهم ينخفض التنافس بس مو تبني لك بنايه بطرف نهايه بغداد لا بها وزاره، يعني بس ما المفروض بها اربع وزارات. ادري مو تقولون يطلعوا الاطراف بغداد. احنا نريد ننقل مو بس البناء، نريد ننقل نعطي قوه للمدينه، شوف هسه كربلاء اضرب لك مثل على كربلاء. كربلاء عندنا مركز ثقل للمدينه وقوتها في الحرمين. ايش سوت المحافظه؟ نقلوا على بعد 10 كيلوات المدينه الاداريه كامله. ممتاز. ارتفعت البيوت في هذه المنطقه اللي بها الوحده الاداريه الوحده الحكومه المحليه ووازت المركز صار مركز ارتكاز اخر. انت انقل مؤسسات وزارات مو بس تبني بيت انقل وزارات. اذا كانت الدوله فاعله بهذا الجانب وانا نصيحه اقدمها ومو بس هاي النصيحه، الدوله الان تقدر تبني مليون وحده سكنيه مجانا، هي ما تدفعها، انا ادفعها المواطن. وتقدر تاخذ 30% من المستثمر بس تعطي ارض مجانا وبنى تحتيه ووزارات. لكن العجيبه هل ان الفساد اللي سيطر على العقارات وصار طبعا باب من ابواب غسيل الاموال، كل اموال الغسيل تذهب للعقارات. هيك قول لي واضحه جدا، يعني اغلى من لندن، اغلى من امريكا، اغلى من كل دول العالم. ما خليني اعد هاي فعلا صدق ست سوزان، مو تقولوا يعني مو جنابكم عفوا، مو نقرا على انه بغداد ثاني أسوأ مدينه للعيش بالعالم، بغداد من حيث الافتقار الى الخدمات، بغداد زين شو بغداد سعرها اغلى من لندن. كل مناطق العالم عالمين. زين مو سيئه لهي الدرجه اللي مو اذا التقارير مسيسه بغداد قبل ربيع وهاي التقارير مسيسه يعني بغداد الحبيبه تبقى غاليه واكيد انا قلتها يعني المفروض كما ذكر ضيفك الكريم انه تكون اكو عاصمه اداريه خارج مدينه بغداد، بغداد تبقى المدينه التاريخيه زين. وانه يكون مثلا بسمايه من المواضيع العفو من المشاريع اللي ناجحه، بس انا بالصدفه مريت ببسمايه البارحه قلت خل اشوف الوضعيه يعني دا اشوف بسمايه ترى كبيره جدا تتحدث عن 100,000 وحده سكنيه نعم. يعني ب سوبر ماركت واحد يعني المفروض يعني شارع واحد بالضبط يعني المفروض يكون بأكثر من مستوصف أكثر من سوبر ماركت. بس أنا اللي دا أشوفه بالمرحلة الجاية أنه أكو أراضي مخصصة للاستثمار مثلا محطات تعبئة وقود مدارس، يعني دا ننتظر بالفترة الجاية أنه المنطقة يعني تتطور أكثر من الوقت الحالي. طيب جنابكم تتحدثون يعني هو الحديث أصلا أخذنا على بغداد بلي، لكن واقع الحال المحافظات ليست اقل ارتفاعا بالاسعار، اذا نتحدث عن النجف عن كربلاء عن البصره عن الناصريه كل المناطق مجنونة. كل المناطق خاصه المشاريع السكنيه الاستثماريه يعني الهدف منها تقليل ازمه السكن. نشوف انه المواطن العادي حتى الموظف يعني اللي راتبه يعني عالي شوي ما يقدر يشتري بهاي المناطق السكنيه الاستثماريه، يعني
أقل شيء أقل شيء تتحدث عن 100,000 دولار، يعني تحت ال 100,000 دولار ترى صعبة جدا، ما عندنا، قليل جدا عندنا مشاريع. أنه إذا مثلا شقة صغيرة أو بسيطة احتمال يكون أقل من 100,000 دولار. أكو مجمعات كثيرة سيدة سوزان فيها شقق بعدها ما كاملة، أو شقق كاملة بس بعدها ما موزعة، بالتالي التاجر أو المستثمر باع اللي قبلهن هسه على 100,000 على 200,000. نقدر احنا على الموجود الجاي اللي ما مبنية واللي مبنية وبعد ما متوزعة أن نحدد أسعار؟ أكيد، مثل ما ذكرت لك أنه الالتزام بدراسة الجدوى اللي قدمها المستثمر لازم يلتزم بيها. اللي دا يصير التلاعب اللي دا أشوفه اللي دا يصير بالوقت الحالي حتى إذا التزم بدراسة الجدوى، يعني باع بالسعر الموجود المحدد له، فيقدر مثلا يبيع على شخص آخر ويقول أنا خلص بعته، أنا التزمت بدراسة الجدوى، الشخص الثاني هو اللي يبيع أغلى، ما حد يقدر يحدد لأنه ما يبيع أغلى. يعني أكو تلاعب هم يصير، بس ولكن يعني بنسبة الأكثر أنه المستثمرين ما يلتزمون بدراسة الجدوى نهائيا. هسه هذا الحديث يا سيد غالب لو كنا نتحدث عن المناطق اللي نعرفها، المناطق الغالية، بس أكو مناطق زراعية. أنا أنقل لك يعني مو قلوا لي، أنا رحت الحي دجلة عامل على 100 متر 220 مليون بيت طابقين، هذا الرقم طبيعي؟ 100 متر زراعي مو طاب وصرف يكلف 220، الدنيا احترقت علينا. يعني احنا الناس اللي شو اسمنا نفسنا الطبقة المتوسطة شوية فوق المتوسطة أو دون المتوسطة، دون. احنا دون دوني. ليش هي المتوسط مش قد قرارها؟ عنده يقدر يشتري بيت، انت ما تقدر تشتري بيت، اذا انت دون. لا بربك. نعم. وعلى كل هالفترة عبالي فوق المتوسط. لا نزلتك اليوم. فساد عندكم حالة فساد اليوم، قلمكم ما يكتب. قلمنا ما يكتب. حالة فساد. لا خلص هذا قصدك القلم مو حالة فساد. ما هواية ما نجيب غيره، لو فساد كان جبنا غيره. ارجع على الموضوع. نعم. على كلمة بغداد، شوي لازم اقول على بغداد أكثر مدينة حية في العالم كله. يعني بغداد ما تسكت. اسطنبول بالليل ايضا مثلها احيانا بعض مناطقها، بس بغداد عامره حيه للوحده ثنتين تلقى ناس تمشي بالشارع. بغداد دول ماكو ما تعزل. سؤالك كان في حول نعم هذا الارتفاع لم يكن في بغداد وحدها بل حتى المحافظات. خلينا نرجع ليش فقط زين. ليش الزراعيه؟ نعم. شوف في كل دول العالم ما يخلون البناء عشوائي، لأن هسه أنت الدولة سنوياً قد تحتاج للبنى التحتية سنوياً حدود 16-18 مليار دولار. طيب. تنفق هاي ممكن الدولة توفرها إلها. يعني ليش تطلق 18 مليار دولار للبنى التحتية؟ إلا اعتمدت طريقة البناء مثل السعودية مثل الخليج، ماكو هناك قطع يوزعون يا أخي، غلط القطع تتوزع. أسلمها المستثمرين يبنوا لي وحدات سكنية 200-300-500 كل من وقتين. يعني هاي ظاهرة أنه الموظف غلط. جريمة في حق الدولة هاي، دا تخسر الدولة 18 مليار، هسا يجوز يشتمون الموظفين. أها. بس أقول لك إياها، أنت أنا هسا الدولة تخيرني، تجي لي أعطيك قطعة وتبنيها 100 مليون، لو أعطيك بيت ب 120 مليون، أنا أخذ البيت ب 120 مليون، أسهل لي. زين. بس مو أضيف فساد وكلف إضافية. زين. زين، النقطة الأخرى، ليش يسمحون للبستنة بالبناء؟ هاي الأرض لمن تابعه؟ تابعه لك فلاح أو مزارع. طيب. أعطيها للتخطيط العمراني. يسوون تخطيط وعوائدها كقطع وطلع منها المساحات الحكوميه مال المدارس ايضا هم تباع وتبنى بطريقه حضاريه. احنا شو نسوي؟ بسبب تشريعاتنا ما نخلي المواطن يخلي قاعه يحول ارضه للبناء الاحياء، وبالتالي هو يروح يتجاوز القانون ما يمنعه، ويشوف الشارع 4 أمتار و5 ستوتين ما يفوتن بيها، وهاي النتيجه دمروا بغداد من ناحيه التخطيط العمراني. انا اقدر اوفر بهاي الطريقة، هاي الأرض خلي كل واحد يريد يبني بيت يريد يحول أرضه للاستثمار ضمن مواصفات معينة يجي للتخطيط. هسه احنا لا ضبطنا هاي منها زين، ولا على طار الزراعي قرار التمليك اللي ما أدري وصلك هذا القرار يعني صعب يا أخي. أول الأرض مو خل أحكي لك في المعلومة، هسه احنا عندنا يعني هذا القرار ما يصير مال التمليك صعب 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 معقد. شوف هسه احنا عندنا أراضي زين. كل محافظة أنا أحكي لك عن مدينة معينة زين، هاي الأراضي بها 90,000 شريك، بها للدولة 60%، هاي لازم تباع لازم تباع، وهي حصة المالية، وهي أصلا مال يهود
مو مال العراقيين، اغلبها يهوديه قسم منها، مال ملاليك مال غيره. فهاي شلون راح تصفيها الدوله؟ صعبه جدا. كان الحل الاوفر الان تستعجل الدوله علينا وتاخذ المساحات اللي تعود المزارعين اللي تعود لها، وشوف امام عينها تتوزع بغداد، تتوزع قطع بتتحول من مدينه حضاريه الى ريف. طيب. اكبر جريمه بحق بغداد كمدينه حيه هذا التوزيع السكاني، صار واقع قطع الاراضي، صار واقع لازم يعالج، لازم صار يعالج. صار يعني صار واقع بسبب صار القوانين. هسه انا ليش ما اسمح اللي عنده 100 دونم خلي طيب يسوي حي هو، بس وفق القانون وفق التخطيط العمراني. واضح. لكن لن يحدث هذا ايضا. على تجري على الاراضي الزراعيه يعني انا حتحدث يمكن فرصه على قناتكم المشاهدين يشاهدونا، ححكي قصه بسيطه. نعم. يعني احنا بخانقين حوالي 150 بستان تجرف، تحولت يعني جنس الارض من زراعي الى تجاري، ويعني تجريف الاراضي زين. يعني هذا الشيء مع العلم انه ممنوع زين. عندنا بخانقين على نهر الوند منطقه، هاي المنطقه الناس كانوا يخافون بالليل يمشون بها لانه ظلمه بعد حرب، بعد معارك داعش واللي صار. فشباب متخرجين جدا سووا اكشاك على المي، مع هاي المنطقه اقول كانت منطقه خطره وظلمه اكشاك. فالعالم احنا بخانقين ما عندنا العوائل اماكن انه تخرج لها. طيب. فقامت العوائل تخرج لهاي المنطقه انه، واهل الاكشاك همين خريجين تهدي يستفادون منه، يعني مدخول بسيط. يعني اللي حصل انه اليوم البلديه تروح والقامقاميه تروح ولجنه النزاهه والدنيا كلها واقفه على مجموعه اكشاك يردون يهدوهم، في حين 150 بستان اللي ما يعادل حوالي 380 دونم اذا ما اغلط بساتين تجرفت وانباعت وتغير جنس الارض على اساس تجاري. مشكلتهم هذا الكشك مو ذني 300 الكشك اللي دي يسترزق به البسيط اللي اصلا مكمل جامعه، الكشك ما رضى اللي اكاديمي ايه. ومكمل جامعه ويسترزق هو واطفاله منه زين. النزاهه والبلديه والقائم قاميه والمحافظه كلها وصل. واقفه وصلت الرسالة. خليني أسألك سيدة سوزان، واحد من المتهمين ب أنه خبل سوق العقارات نو زهير، يعني اللي يشتري له 42 عقار قيمة العقار 3 مليار و 9 مليار بعضهن توصل واحد، يعني هو قال هو سبب من الأسباب اللي زادت أسعار العقارات. السؤال أنه إذا هاي العقارات هي كان هذا الرجل كان سبب برفع سعر العقارات، ليش عقاراته حررت ولم تصادر؟ اتصور هو كمان حسب اعتقادي هو ايضا حرر. هسه هو حرر؟ يعني لا مو حسب اعتقادي، لا من سلم بيها. من سلم العقاب اساء الادب. يعني احنا ما عرفنا لحد الان شنو هي القضيه اللي دخل بيها وليش اتحرر، يعني المفروض التحقيقات. هسه هو طلع بكفاله مشروطه زين، والبيوت مالته المفروض كانت تصادر حتى نسترجع الاموال. نعم. حررت ورجعت له يعني حسب اللي افتهمه من كلامك انه هو اللي كان السبب في ارتفاع الاسعار. واحد من الاسباب مثلا، يعني واحد حتى لو كان واحد من الاسباب المفروض يعاقب اكبر عقوبه. يعني احنا بدنا نعاني من الاسعار ببغداد، يعني المفروض انه حتى لو حررت الدوله هي اللي تتابع هذا الشيء. شنو السبب يعني ما ادري هسه خليني اتكلم بصراحه طبعا الصراحه احلى شيء. إذا تريد تقارن ما بين أربيل، سليمانية، بغداد، تجد أنه مستوى الخدمات في الشارع أكبر. المنطقة فيها يعني شلون نقول شوارع مفتوحة وكبيرة بحيث حتى الازدحام اللي نشوفه ببغداد ما نشوفه هناك. بالتالي هو هاي نقطة أشارها الدكتور، أسعار العقار عندنا أغلى من عندهم. ليش؟ ليش؟ لانه الرقابه كما ذكرت انه لازم يكون اكو رقابه. هاي دور الحكومه، هذا مو دوري اني لجنه استثمار اتابع المشاريع الاستثماريه، ولكن ايضا كنائب دوري رقابي، يعني اكيد اراقب، ولكن الحكومه هي الجهه المنفذه، الحكومه هي اللي لازم تحدد الاسعار. يعني هذا عمل الحكومه بصراحه. زين استاذ غالب، يعني لو فعلنا البنك المركزي في هذه القضيه أو الرقابة المالية في قضية أنه من أين لك هذا المال في صرفه على العقار، تعتقد القصة يعني ممكن يطلع بها ناتج حقيقي؟ عندنا تعديل قانون هيئة النزاهة عام 2019، قانون 30 ل 2019 تعدل،
نعم. أضاف فقرة يسأل المكلفين مثل الست سودان يسألها من أين لك هذا؟ إذا ثبت عدها فوق ما هي كاشفته تحال المحكمة وتزن بحدود 7 سنوات في أقصى شيء وترجع المبلغ. زين. الحساب يكون أن تفصح عن أملاكها، اسمها، اسم زوجها، أبنائها، الدرجة الرابعة. هذا القانون للآن ما أعتقد مفعل، لأن أنا وأنت والسيدة الفاضلة ضمن مشهد سياسي. احسب لي، جيب لي هاي الأحزاب السياسية الحاكمة كلها بدون استثناء من داخل البصرة. زين. والمحافظين والنواب السابقين. ايه. وقل لهم ايش قد عندكم ب 2003؟ أموال. ايه. ولسه ايش قد عندكم؟ إذا قدرت تقول هالشكل لازم على قولة علي الأديب اللي دائما أحترم كلمته تنهد العملية السياسية بالكامل. زين. هو قال ايش وأنا قلتها حتى. فإذا إذا حاسبناهم هذا الحساب قليل جدا نجد. هذا ما راح يصير. ما راح يصير. اعطيني شيء بديل، اعطيني شيء واقعي منطقي مقبول. هسه انا اريد نقوض الفساد للمرحله المقبله. اي خلي الباقي يطلع، ياكل العنز يطلع الدباغ. زين. انا مطمئن. زين. بس صح طويل وشاق، لكن بالنتيجه انه يطلع. زين. نقوض الاجراءات الحاليه. حاليا هيئه النزاهه تعمل بشكل يعني اقول لك اياها تنقيسه ممتاز. وتجيب متهمين خارج العراق. اذا جابت خارج العراق تحقق الردع على الداخل. يعني الأول بارحة واحد بالسعودية، بعمان، بالأردن، بالإمارات، بلبنان، يوميا مصر، ما أعرف وين دي يجيبون خوش ما جوا بعدهم. تعرف هاي إجراءات 6 أشهر سنة سنتين تستوى إجراءات القانون حتى يرجعون. زين. هذا من يسمع بالإعلام إنه لقينا القبض على مدير عام، وكيل، وزير، هارد. الآخرين يخافون. الشيء الآخر اللي أتمنى تتحاسب الحكومة وهي بالحكم، مو من تطلع. من كان الكاظم ما حد يقول عليه فاسد إلا ما ندر، يجوز انت تحكي فلان فلان، بس من طلع صار فاسد. ومن القبضة عادل عبد المهدي ما حد كان يقول عليه، من طلع قالوا عليه فاسد. طيب. وكذلك هاي الحكومه والحكومه السيد المالك وغيرهم. اذا احنا متى نستطيع محاسبه النواب بالبرلمان؟ هسه خاف تزعل عليه السيد المالك. لا 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 بالعكس، عندي كلام ارد على حضرتك بيه. بالعكس انا معاك. ومتى نحاسب المديرون العامون والوكلاء في الوزارات الحاليه؟ ومتى نستطيع محاسبة هذا رئيس الحزب اللي عنده صار 7 مليارات؟ واضح. ترى هاي الأسماء اللي ذكرتها أنت لا شيء، هذول اللي قلت ليها. زين. لا شيء قياسا بالأسماء اللي ببالي. زين. يعني ردا على كلام حضرتك اليوم، يعني أكو ناس يقولوا مثلا لا تنطقين هواية بالمستثمرين، هسا عندك حصانة بعدين من الطلعين من البرلمان يسووا لك قضايا واحتمال يسجنوش أيضا. يعني فعلا ليش مثلا إذا مثلا الواحد خلال أداء عمله إذا هو غلطان خليه يحاسب خلال أداء عمله. هسا أنا خليني أستثمر آخر دقيقة عندي بالبرنامج وأسأل عن الموازنة. ما أدري إذا كان عندكم فكرة أنه شو وقت راح تصوتون عليها. هذا الحديث على أنه نهاية هذا الأسبوع ممكن التصويت، وحديث صحيح أو لا؟ يعني حسب المتواجد وحسب اللي نشوفه إن شاء الله. يعني أتأمل يعني الحد نهاية هذا الشهر يكون أكم نهاية الشهر إن شاء الله. طيب ما هو ينقل على أنه التوافق السياسي موجود على أساس الموازنة، شنو اللي يعطلها؟ والله التوافق السياسي أنا دائما أقول، اليوم كان عندي مناقشة مع مجموعة من النواب على أساس أنه مثلا المحافظات الجنوبية والوسط يعني أقل تخصيصات، أقل تخصيصات بالموازنة، فهذا الشيء المفروض يكون مرفوض كامل الرفض. يعني أنا دائما أقولها كل المحافظات العراقية، المحافظات اللي بأقليم كردستان والمحافظات يعني على العموم لازم يكون الموازنة يعني بشكل عادل ومتوازن على أساس التعداد السكاني والخدمات. طيب. بالمناطق يعني لازم يكون على أساس عادل. جيد. السيدة سوزان المنصور النائب أو نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، شكرا لانضمامكم معنا، شكرا جزيلا. كذلك الدكتور غالب الدعمي الباحث والأكاديمي، شكرا جزيلا لك. أنا قبل الختام مشاهدينا الكرام أكو تعليق على الصورة اللي شفناها البارحة، لا بأس إذا تعرضونا إياها، وهي صورة رئيس الوزراء في اجتماع أو مؤتمر القمة العربية. هذه الصورة اللي كان السيد السوداني ما موجود بيها، وصار الحديث يعني اختتمت أعمال القمة العربية في جدة، وكان اللافت بيها شيئين. الأول عودة سوريا
إلى مقعدها في الجامعة العربية وكذلك بين صفوف القادة العرب، وانحلت قضيتهم بصراحة اللي هي بوس سموك وبوس سيادتك. الحدث الثاني كان هي في القمة العربية، هي هذه الصورة. هنا انقسمت الناس نصفين، مع وضد، على طريقة حب وحشي وكره وحشي. خلونا من القيل والقال، وتعال أحكيكم بالعرف الدبلوماسي والبروتوكولات الدولية، هل أخطأت السعودية وتعمدت إرجاع السوداني للصف الثاني أم لا؟ لأنها ربما يعتقد البعض تضمر شيء في داخلها على العراق وتريد الإساءة للعراق. الجواب لا، لأنه البروتوكول يقول السطر الأول مخصص للملوك وللرؤساء أو رؤساء الجمهوريات، أما السطر الثاني مخصص لرؤساء الحكومات. يعني نعتب على السعودية لو كان حاضر رئيس الجمهورية جمهورية العراق وتم إرجاع على الخلف. طيب، يعني السوداني خالف البروتوكول وتحول من الصف المخصص إلى للصف الأول؟ الجواب نعم، السوداني خالف، لكن لو تدرون ليش خالف السوداني ربما يرفع عنكم العجب. السوداني صفن وقال لك هذا العراق أو عمر العراق، رغم كل الصعاب ما قبل يكون ثاني. السوداني وقف حيث يستحق العراق لا حيث يقتضي التمثيل. ما كان العراق بالصدارة حتى لو يعني يجب أن يكون بالصدارة، حتى لو كان ممثل بسفير أو حتى لو كان ممثل برئيس وزراء. وعلى قول ذاك الولد اللي بالسوشيال ميديا عاشتيدك محمد الشاع السوداني، بالفعل عاشتيدك الرجل يعني ما رضاها نفسه ولا رضاها البلده، أو قال لك أنا العراق، البروتوكول يقول أقف بالصف الثاني لكن أنا أقول أن العراق يجب أن يكون بالصف الأول. فهذه قضية بروتوكولية حبينا نوضح لكم إياها على الجدل اللي حصل يوم أمس بالسوشيال ميديا. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لكم ضيوفنا الكرام، نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى مشاهدينا، في أمان الله.